موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الشيخ السابق رحمه الله: هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته يعني بالحجاب، لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الأمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، يعني إذا أمر الإنسان غيره بأمر ما فعليه أن يبدأ بنفسه وبأهله أولا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول: وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه. هنا يعرف الجلابيب، الجلباب الذي يكون فوق الثياب، يعني بعد أن تلبس المرأة ما يسمى بالعباءة تلبس فوقها ملحفة أو خمارا أو رداء حتى يستر جسدها، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن. وهذا على قول لدى أهل العلم، وهو تغطية الوجه والكفين وستر سائر الجسد. وهناك قول آخر هو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز كشف الوجه والكفين، ولم يقل أحد من أهل العلم أن المرأة تكشف شعرها مثلا أو ذراعيها أو قدميها ونحو ذلك، بل اتفقوا على حرمة إظهار شيء من جسد المرأة عدا الوجه والكفين، فيه الخلاف المشهور. ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات أو ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن وربما استهين بهن، وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. أي أن المرأة إذا التزمت بالحجاب الشرعي هذا دليل على عفافها وحماية لها من تعرض الفساق لها، وليس كما يقول أهل النفاق ويزعم أهل النفاق أن الحجاب لا فائدة منه وأهم شيء هو الأخلاق. هذا كلام فاسد، لأنه لو كان أهم شيء الأخلاق لما أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم واللاتي هن أطهر وأطيب أخلاقا لما أمرنا بالحجاب، فلا بد مهما كانت أخلاق المرأة جيدة وطيبة يجب عليها أيضا أن تلزم الحجاب الشرعي. وقوله: وكان الله غفورا رحيما، أي حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بالأحكام وأوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتهن. وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة أي المخوفون المرهبون
الأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين. هناك بعض الناس من المنافقين كذلك يخوفون الناس من الأعداء ويتحدثون عن قوتهم وكثرتهم ويتحدثون في المقابل عن ضعف المسلمين. يقول: ولم يذكر المعمولة الذي ينتهون عنه، يعني إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض عن ماذا؟ لم يذكر ذلك ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر، من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. يعني إن لم ينتهوا عن هذا لنغرينك بهم، أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع. ولهذا قال: ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة، إلا قليلا، بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي مبعدين حيث وجدوا، لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينتهي منه، فإنه يعاقب عقوبة بليغة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي تغييرا، بل هي سنته تعالى في عباد سنته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها. في الآيات فوائد: أولها الأمر بالحجاب، وهذا فرض شرعي كفرض الصلاة والصيام والزكاة وسائر الواجبات، وهذه الآية من الآيات التي جاء فيها فرض الحجاب، لأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته وبناته بالحجاب الشرعي، وهن قدوة للمؤمنات، فكل مؤمنة مأمورة بذلك، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير حجاب شرعي، وإن فعلت هي محاسبة ووليها كذلك، سواء كان الأب أو الزوج أو الأخ أو حسب من هو موجود محاسب عنها كذلك، وشريك لها في الإثم الذي تؤدي إليه بخروجها متبرجة وإيذاء المؤمنين بذلك. والمرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يغريها ويفتنها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب دليل على عفاف المرأة المسلمة وعلى قوة إيمانها وحماية لها من تعرض الفساق بالأذى، فلباس المرأة وثياب المرأة تدل على أخلاقها وتكون داعية لغيرها لاحترامها وحسن معاملتها. لذلك قال سبحانه: هو الذي خلق وهو الذي يعلم، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني من كانت قد تبرجت ولم تلزم هذه الثياب الشرعية فعليها أن تتوب إلى الله، فالله غفور رحيم. فيها أيضا تحذير للمنافقين وسائر أعداء الدين الذين يرجفون بالمسلمين ويخوفونهم ويقللون من شأنهم وقدرهم، بأن الله عز وجل يعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأنهم من أهل اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يوالي أهل الإسلام ويفخم من شأنهم، وليس كحال المنافقين الذين يوالون أعداء الإسلام ويعظمونهم وفي المقابل يزرون بالمسلمين ويسيئون إليهم والعياذ بالله تعالى. فيها أيضا بيان سنة من سنن الله عز وجل في الدفاع عن أهل الإيمان وأهل الإسلام وأخذ أهل الكفر والنفاق وتعذيبهم في الدنيا قبل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.